حياكم الله متابعي المربع نت من جديد. اليوم احنا في زيارة لتغطية اسعار السيارات، واليوم معنا سيارات بورش من وكيلها الحصري سماكو للسيارات. بس قبل لا نبدأ يا ليت تشترك معنا في القناة عشان يوصلك جديد اسعار واخبار السيارات اول باول بإذن الله. طبعا جميع اسعار السيارات اللي راح نذكرها البورش هي شاملة الضريبة 15%، مع العلم ان البانيميرا حاليا غير متوفرة عند الوكيل. ونبدأ أكيد بالبورش بوكستر، وهذه سعرها يبدأ من 365,000 ريال وتصل إلى 410,000 ريال. أما هذه البورش كايمن فسعرها 340,000 ريال وصولا إلى 390,000 ريال. وهنا نجي للبورش 911 كاريرا، سعرها يبدأ من 570,000 ريال وصولا إلى 650,000 ريال، في حين أن كاريرا S تبدأ من 670,000 ريال وصولا إلى 770,000 ريال. وننتقل هنا إلى الكروس أوفر، ونجي للبورش مكان، وهذه السعر يبدأ من 335,000 ريال وتصل إلى 375,000 ريال. ونجي هنا للبورش الكايين، في سعره يبدأ من 450,000 ريال وصولا إلى 520,000 ريال. أما نسخة الجي تي إس فسعره يبدأ من 620,000 ريال وتصل إلى 690,000 ريال. وأخيرا نجي للكاين الكوب، تبدأ من 480,000 ريال وتصل إلى 550,000 ريال. ونسخة الجي تي إس منها تبدأ من 660,000 ريال وتصل إلى 740,000 ريال. وش أجمل سيارة عجبتكم من البورش؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واللي معاه واحدة من سيارات بورش اكتب لنا تجربته عليها، وياليت تسوي لايك للفيديو، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلك جديد أسعار وأخبار السيارات. واكتبوا لنا أيضا وش تبون نغطي لكم الوكالة الجاية. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.